يسعدنا أن نشارك أيضا في هذه الدورة، الدورة الثامنة لجائزة سمو رئيس الوزراء للصحافة، وأن نتوج هذه المشاركة بحصولنا على 3 جوائز من مجموع الجوائز التي قدمت لمختلف المؤسسات الصحفية العاملة في البحرين، وهي ليست المرة الأولى التي نتمكن من حصد هذا العدد من الجوائز، فقد سبق لنا أن حصدنا جوائز مماثلة في كل الدورات السابقة لهذه المبادرة الخيرة أو هذه الجائزة القيمة التي يعتز بها الجسم الصحفي في البحرين. فننتهز هذه الفرصة أولا لأقدم الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ولي العهد الأمين على تبنيه لهذه المبادرة ودعمه لها ومن خلالها لكافة رجال ووسائل الإعلام، وأن أهنئ كل الفائزين بهذه الجوائز في هذه الدورة، وبالأخص منتسبي جريدة البلاد ومؤسسة البلاد الإعلامية.